بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم برضو على موضوع الـ Virtual Work Method اللي كنا بدأناه في السيجن اللي فاتت. بس السيجن اللي فاتت كنا اتكلمنا على ازاي نستخدم الـ Virtual Work في حل الـ Determinate Structures، وازاي بنقدر نحسب الـ Deformation عليها، سواء كانت Vertical Deformation او Horizontal Deformation او Rotational Displacements. ده اللي احنا كنا خدناه في الاونلاين سيجن اللي فاتت. المرة دي هنستكمل برضو موضوع الـ Virtual Work Method، وإزاي إن إحنا نقدر نحل بيها بقى الـ Indeterminate Structures اللي هي الاستخدام الأساسي ليها في الكورس بتاعنا، يعني إن إحنا نحل بيها الـ Indeterminate Structures. نكمل باقي الطرق زي ما بدأنا كده في بداية الكورس، حلينا الـ Superposition وحلينا بالـ Three Moment Equation، ابتدينا نحل بيهم الـ Indeterminate Structures. النهاردة بنكمل على نفس المنوال، فهناخد تطبيق الـ Virtual Work وإزاي نقدر نحل بيه المنشآت اللي فيها Indeterminate Degree أكبر من 1 أو 2 أو 3 whatever يعني. طيب هنشوف الكلام ده بمثال تطبيقي يوضح لنا أكتر معناها يعني، وإزاي بنقدر نستخدم الطريقة في حل الـ Indeterminate Structures. طيب أول مثال معانا النهاردة مكتوب كده حتى إن إحنا الـ Case of Indeterminate أو في indeterminacy by 1 degree. نحن هنتكلم أول حاجة على الـ indeterminate structures اللي هي just 1 degree of indeterminacy، اللي هي إيه؟ إحنا بيبقى عندنا الطبيعي 3 معادلات بـ3 مجاهيل اللي هي الهنج والرولر. لو جينا إحنا نبص للفريم ده كده هنلاقيه فريم بسيط جدا، ولكن واقف على 2 هنجز، هنج في اليمين وهنج في الشمال. فبالتالي أنا عندي 4 مجاهيل، 2 horizontal و2 vertical عند الـ 2 hinges. وبالتالي عندي 4 مجاهيل، وانا ما عنديش في معادلات الاتزان الاساسيه غير 3 معادلات، بالتالي عندي مجهول واحد زياده مش عارف احله، فبالتالي بنسميه الـ structure ده على انه 1 degree of indeterminacy. طيب هو المطلوب ايه؟ المطلوب بمنتهى البساطه for the shown frame draw the bending moment diagram by using the virtual work method. عن طريق استخدام الـ virtual work method عايزين نرسم الـ final bending moment diagram. طبعا احنا علشان نرسم bending moment diagram بنبتدي نحل اول حاجه الحل البدائي بتاع سنه اولى، ان احنا نجيب الرياكشنز وبالتالي نبتدي نرسم عند كل نقطه قيمه العزم، ونرسم في الاخر الفاينل bending moment diagram. طيب المره دي احنا عندنا indeterminate structure عفوا وطالب باستخدام الفيرتشوال ورك ان احنا نبتدي نرسم ونحل بيه. طيب احنا كخطوة مبدئية لازم نحط في ذهننا كده كام ملحوظة يكونوا ثوابت طول ما احنا بنحل الـ Virtual Work على أي نوع من الـ Structures، سواء كان Indeterminate by 1 degree by 2 degree by 3 degree whatever. الكونسبت ده لازم يبقى ثابت جوه مننا، إن أول حاجة أنا بفك الـ Structure بتاعي ده بحاجتين، حاجة اسمها الـ Main System وحاجة اسمها الـ Redundant System. لو كان 1 degree فهيبقى عندنا 1 redundant system، لو كان عندنا 2 degree او 3 degree of indeterminacy فخلاص هيبقى عندي 2 redundant systems او 3 redundant systems زي ما هنشوف دلوقتي في حل المساله يعني. طيب لما بنيجي نفك المساله بتاعتنا ونحولها للdeterminate structure لازم نتاكد تماما يا شباب ان المساله بعد ما فكناها بقت stable وdeterminate. الكلام ده كله بالظبط هنوضحه في المثال ده، بس انا حابب يعني اتكلم فيه كده في البدايه بحيث يبقى عندي نقط ابتدي امشي عليها وعارف ان انا في الاخر هوصل بالحل صح يعني. فانا لازم اول حاجه افك الاستراكشر بتاعي ده واخليه ديترمينت وستيبل، وبعد كده نطبق مبدا الفيرتشوال ورك. طيب انا علشان الفريم اللي عندي ده، الفريم عباره عن 2 هنجد فريم عليه 8 طن على المتر رن على المين جردر، والانرشيا بتاعتها 2 اي، والتو كولومز ارتفاعهم 6 متر والانرشيا بتاعتهم جاست 1 اي، وفي لاترال لود قيمته 6 طن على الجردر اللي فوق. الفريم السبان بتاعه 12 متر، وده تكوين الفريم البسيط. طيب انا علشان اخليه ستيبل وديترمنت اول حاجه خلاص هخلي لو انا خليت واحده من الهنجات دي رولر، واحده بس بقت رولر، خلاص بقى عندي السيستم بتاعي 3 معادلات ب3 مجاهيل اقدر احل. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ تعالوا نشوف السلايد اللي جاي. اول حاجه زي ما اتفقنا في السلايد اللي فاتت ان احنا هنحول السيستم بتاعي لسيستم ديترمينت وستيبل، سيستم يكون ديترمينت وستيبل. طب انا عملت ايه؟ انا خدت الهنج اللي ناحيه اليمين دي وحولتها لرولر، حولتها
لرولر. اوكي، وبقى بالنسبة لي السيستم ما هو إلا ديتيرمينت فريم، فريم بسيط جدا واقف على هنج ورولر. الله، طب امال انت وديت الرياكشن الزيادة اللي كان عند الهنج اللي في ناحية اليمين ده وديته فين؟ وديته ان انا هخليه هو الريدندنت سيستم اللي هحل على اساسه، السيستم الافتراضي اللي هبتدي باستخدام الفيرتشوال ورك اعمل له انتجريشن مع المين سيستم، وبالتالي اطلع قيمة الهوريزونتال رياكشن. بس نمشي معايا كده خطوة خطوة، واحدة واحدة، وهنوصل للحل في الآخر بمنتهى البساطة. طيب احنا عملنا ايه هنا؟ احنا حولنا الهنج ناحية اليمين بقت رولر، وبقى عندي الفريم بتاعي ديتيرمينت ستراكشر بسيط جدا. فحليت بمبادئ سنة أولى بالثلاث معادلات بتوع الاتزان، سميشن اف اكس بتساوي 0، سميشن اف واي بتساوي 0، سميشن العزوم بتساوي 0، وبالتالي جبت الثري رياكشنز. فبقى عندي فيرتيكال رياكشن عند الرولر قيمته 51 طن، والرياكشنز عند الهنج 6 طن في اتجاه ماينس اكس، و45 طن فيرتيكال في اتجاه الواي البوزيتيف. دي الرياكشنز البسيطة جدا، وكأني بحل فريم ديتيرمنت. لسه لغاية دلوقتي ما جيتش لقصة redundant system وهنعمل بيها ايه. طيب المين سيستم اللي احنا عملناه ده هنرسم له البندنج مومنت دايجرام العادي جدا بتاع سنة أولى. فبالتالي لما هاجي ارسم البندنج مومنت دايجرام هيبقى عندي عند الهنج والرولر مفيش عزوم، زيرو مومنتس. عند النقطة بتاعت التلاقي ما بين البيم والكولوم هيبقى عندي عزم قيمته قيمة الستة طن مضروبة في ارتفاع العمود اللي هو الستة متر، وطبعا اتجاه السهم كان داخلي، فبالتالي العزم هيبقى بوزيتيف 36. العزم ده هينتقل كمان بوزيتيف 36 لما يروح على المين جردر، وبالتالي هوصل بالزيرو ومفيش عندي عزم على العمود اليمين. بس ما انساش يا شباب ان احنا الجزء بتاع المين جردر كان عليه 8 طن على الميتر رن، وبالتالي هيبقى عندي دبليو ال سكوير على 8 اللي هي 8 في 12 سكوير على 8 اللي هي بحوالي 144. طبعا احنا هنا بالطريقه الاعتياديه بتاعتنا لما هنعلق البارابولا خلاص اتفقنا بقى لما يبقى عندي مثلث وبارابولا بفصلهم، فاخلي المثلث لوحده على المين جردر ببوزيتيف 36 واخلي البارابولا لوحديها 144. طب انا ليه عملت كده؟ علشان نسهل عمليه الانتجريشن او التكامل اللي هنعملها مع الريدندنت سيستم في السلايدز اللي جايه يعني. طيب هعمل ايه في التسميه بتاعت السيستمز ديت؟ خلاص هيبقى عندي الفريم الاولاني اللي انا فكيته وخليته ديتيرمينت وستيبل، هسميه المين سيستم، وبالتالي هطلع منه عزم اسمه المين مومنت او ام نوت، وطبعا اليونت اللي احنا رسمنا بيها كانت المتر والطن. طيب مكان بقى ما انت ما فكيت، نشوف السلايد اللي جايه هتشرح لنا اكتر ازاي هحول السيستم بتاعي واجيب منه ريدندنت سيستم. طيب المساله او الصفحه اللي فاتت لما فكينا احنا الهنج وحولناها الرولر، احنا عملنا حاجه فيرتشوالي كده ان احنا ضيعنا الاكس رياكشن اللي كان عند الهنج اليمين. طيب الفيرتشوال ورك بقى بطريقه بسيطه جدا بتبسط لك الموضوع بابسط ما يمكن يعني. فمطرح السبورت اللي انت فكيته في اتجاه الرياكشن اللي انت ما كنتش واخده في حساباتك هتحط فيرتشوال لود قيمته 1 طن. فاحنا في الفريم الهنج اليمين خليناها رولر، وبالتالي ضيعنا الاكس رياكشن بتاعتها. مكان الاكس رياكشن ده هنحط فيرتشوال لود قيمته 1 طن، وهنسميه بقى ده الجديد بتاعنا ريدندنت سيستم. ريدندنت سيستم. طيب بمجرد ما حطينا الواحد طن خلاص بقى عندك فريم جديد، ابتدي احسب رياكشناتك. فهتلاقي اني عندي الواي في الرولر وفي الهنج بزيرو، وبالتالي هيجي لي كمان اكس رياكشن عند الهنج قيمته 1 طن. فلما هاجي ارسم المومنت خلاص هيبقى عندي 1 في 6 بالنيجاتيف، والسته دي هتنتقل للمين جردر فيبقى عندي مستطيل على المين جردر قيمته ماينس 6، وبقى على العمود اليمين برضو نفس الكلام، ال 1 طن هتتضرب في 6 متر فتبقى ماينس 6. فهيتكون لي عزم جديد اسمه M1 او redundant moment number 1، برضه اليونت بتاعته بالمتر والطن. فانا بقى عندي two moments diagrams و two systems بحل على اساسها، المين سيستم وجبنا منه المين مومنت، وredundant system وجبنا منه redundant moment. طيب لحد هنا احنا ما حلناش، لحد هنا احنا ما رسمناش الفاينل bending moment diagram اللي مطلوب، وما جبناش الرياكشن الحقيقي، لا احنا تحيليا بس على الموقف حطينا redundant force او virtual load اللي هو الواحد طن وجبنا منه مومنت. طب علشان بقى نحل، جه مبدا الفيرتشوال ورك وقال لك هتستخدم معادله تعمل بيها اتزان كالتالي. طيب المعادله بتاعتنا هي الدلتا 1 0 بلس
اكس اللي هو قيمة الرياكشن اللي احنا فرضناه مكان الواحد طن اللي احنا فكينا الهنج وحولناه لرولر، فبالتالي الاكس رياكشن ما بقاش موجود عندي. فقيمة الاكس الحقيقية دي هي دي اللي انا بدور عليها، هي دي قيمة الاكس رياكشن الحقيقية اللي انا عايزها. لما تتضرب في دلتا واحد واحد ونساوي المعادلة دي كلها بالزيرو اقدر اطلع قيمة الاكس. ليه؟ لان دلتا واحد زيرو هو قيمة الانتجريشن اللي هيحصل ما بين المين مومنت مع الريدندنت مومنت. قيمة الانتجريشن اللي حاصل ما بين الدياجرامز بتاعة المين مومنت مع الريدندنت مومنت، وقيمة الدلتا واحد واحد هو قيمة الانتجريشن بتاع الريدندنت مومنت مع نفسه. الريدندنت مومنت لما اعمل له انتجريشن على نفسه هي دي قيمة الدلتا واحد واحد، وبالتالي قيمة الديفورميشن اللي هتحصل ما بين المين سيستم مضروبة في الريدندنت سيستم لما اجمع عليها قيمة الاكس رياكشن واضربها في قيمة الديفورميشن اللي طالعة من الريدندنت سيستم، المفروض ان المعادلة دي بتساوي الزيرو اللي هو مبدأ الفيرتشوال ورك. المعادلة دي احنا هنسميها واحد علشان هنستخدمها في الحل في السلايدز اللي جاية كلها. خلاص انا لو جبت قيمة الدلتا واحد زيرو والدلتا واحد واحد عرفت اطلع الاكس رياكشن. ايه بقى الاكس رياكشن؟ اللي هو الريل رياكشن، الرياكشن الحقيقي اللي عند الهينج سبورت اللي انا كنت فاككها برولر. قيمة الهينج الاكس رياكشن اللي عند الهينج الحقيقية. ما انا خلاص انا لو عرفت اجيب الاكس رياكشن ما انا كده حليت ال 1 ديجري اوف الانديترمينسي، هيبقى عندي بعد كده باقي ثلاث مجاهيل اقدر ان انا ارسم البندنج مومنت الفاينل. فالموضوع ببساطة احنا فكينا لود وحطيناه فيرشوالي بقيمة لود 1 طن، فحلينا معادلة الفيرشوال ورك اللي هي الدلتا 1 0 زائد الاكس دلتا 1 1 بتساوي 0، جبنا قيمة الاكس الحقيقية الرياكشن الحقيقي، وبالتالي عرفنا نحل السيستم كله. طيب نحل بقى ازاي دلتا 1 0؟ دلتا 1 0 هو الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في السيجن اللي فاتت، الاونلاين سيجن اللي فاتت، ان دلتا 1 0 هو قيمة الانتجريشن من بداية لنهاية الفريم ما بين المين مومنت اللي هو ام نوت مضروبه في الام 1 على الاي في الاي بالدلتا ال، اللي هو كنا بنحسبه ازاي؟ اللي هو قصه مساحه احد الدياجرامز مضروبه في طول السيجمنت المقابل من الدياجرام الاخر. طيب فبالتالي هنطلع الفليكشر ستيفنس لكل عمود على حده. فانا دلوقتي هعمل انتجريشن ما بين المين مومنت والريدندنت مومنت. فايه الاليمنتس اللي هعمل عليها انتجريشن؟ خلاص العمود اليمين بزيرو في الام نوت، وبالتالي هضرب زيرو في ام واحد فمش هيبقى ليه قيمه في الانتجريشن. فاللي هيخش معايا في الانتجريشن هو الجردر والليفت كولوم العمود اللي على ناحيه الشمال والجردر بتاعه الفريم. طيب لما نيجي نعمل انتجريشن للجردر، خلاص الجردر هيبقى عندي واحد على الاي في الاي لانها جاست 1 انرشيا، وبعدين نضرب بقى هيبقى عندي نص، هجيب مساحه المثلث بتاع 36 فيبقى نص في 6 في 36، طبعا السنترويد بتاع ال 36 في التلت والتلتين، فالتلت والتلتين هيتضرب في تلتين الستة، فيبقى 36 في 6 على الاثنين اللي هي نص في 6 في 36 في 2 على 3 من الستة. خلي بالنا ان العزم من الام نوت كان بوزيتيف والعزم من ام 1 كان نيجاتيف، فبالتالي الاشارة التوتال هتبقى نيجاتيف. طيب نروح نعمل انتجريشن على المين جردر، فهلاقي ان انا عندي مثلث وبارابولا محتاجين يحصل لهم انتجريشن مع المستطيل. طيب بالنسبه للمثلث نمسك الجزء بتاع المثلث، هيبقى نص في 12 اللي هي طول القاعده بتاعه المثلث في ال 36، الكلام ده هيتضرب في طبعا تلت وتلتين، بس في الاخر انا عندي مستطيل فقيمته اللي هو ال 6، وال 6 هنا بالنيجاتيف وهتضرب في مساحه المثلث بالبوزيتيف، يبقى الاشاره التوتال هتطلع لي النيجاتيف. نفس الكلام هيبقى عندي البارابولا هتبقى 2 على 3 من 12 في 144 اللي هي مساحه البارابولا، والسنترويد بتاعها في النص فهيتضرب في ال 6 متر اللي هو طالع من الانتجريشن بتاع الام 1. طبعا الاشاره برده نيجاتيف بوزيتيف اللي هي نيجاتيف. في الاخر خالص هطلع ان دلتا 1 0 هيطلع لي ب سالب 4536 على الاي في الاي. فكده انا جبت اول ترم من المعادله اللي هي رقم 1 اللي هو دلتا 1 0. طيب بالنسبه لدلتا 1 1 هنعمل انتجريشن للام 1 1 مع نفسه. الام 1 عامل له انتجريشن على نفسه، وبالتالي هيبقى عندي العمود الشمال هيبقى نص في الستة بتاعت ارتفاع العمود في الستة بتاعت قيمة العزم مضروب في 2 على 3 من الستة، الكلام ده يتضرب في 2 لأن عندي عمود يمين وعمود شمال، زائد 1 على الاتنين اي في الاي مضروبة في 6 في 12 في الستة اللي هو طول السنترويد سيجمنت بتاع المستطيل، وبالتالي هطلع الدلتا 1 1
هيطلع لي بي 360 على الاي في الاي. خلاص هستخدم بقى المعادله بتاعه دلتا 1 0 زائد الاكس دلتا 1 1 بتساوي 0، اللي هي المعادله رقم 1. فهطلع قيمه الاكس رياكشن هتطلع لي ب 12.6 طن. يبقى انا كان قيمه الرياكشن عند الهنج اللي ناحيه اليمين اللي احنا فكيناه بالرولر كانت قيمه الرياكشن الحقيقي 12.6 طن. طيب احنا لحد هنا خلاص حلينا ال 1 ديجري اوف الانديترمنسي. فخلاص انا دلوقتي اصبح عندي ثلاث مجاهيل بس اللي انا مش عارفهم، اللي هي الواي عند الهنج اليمين والواي عند الهنج الشمال والاكس عند الهنج الشمال. طبعا لو طبقت معادلات الاتزان هقدر اجيب الرياكشنز بمنتهى البساطه، بس هو دايما في مسائل الفيرشوال ورك بيطلب منك الفاينل بيندنج مومنت او الفاينل نورمال فورس او وات ايفر اللي طالبه. مفيش داعي انك تروح تحسب الرياكشنز من جديد، لا، في معادله بسيطه كده بنستخدمها بدلاله النون رياكشن اللي انت لسه حاسبه اللي هو الاكس اللي بتساوي 12.6 طن. طيب بنحسبه ازاي بقى او بنرسم ازاي البيندنج مومنت؟ تعالوا نشوف السلايد اللي جاي. قال لك المومنت الفاينل ام اف، الفاينل بيندنج مومنت دايجرام، هو مجموع الام نوت زائد قيمه الاكس رياكشن اللي انت لسه حاسبها في السلايد اللي فاتت اللي هي ب 12.6 مضروبه في ام 1. المعادله دي لو طبقتها عند اي جوينت من الفريم تبتدي تكون وتجيب قيمة الفاينل بيندنج مومنت النهائية عند الجوينت دي. يعني ايه؟ يعني تعالوا كده على سبيل المثال احنا هنا واخدين الجوينت اللي مسمينها رقم 1. المعادلة بتقول ايه؟ الام اف اللي هو الام فاينل عند نقطة رقم 1 هتساوي الام نوت عند نقطة رقم 1. فين الام نوت؟ الام نوت اهي عند النقطة دي. النقطة دي هتطلع بكام من الام نوت؟ ب 36 بالموجب، فيبقى موجب 36 زائد الاكس رياكشن اللي احنا كنا حاسبينه كان طالع ب 12.6 في السلايد اللي فاتت، فيبقى زائد 12.6 مضروبه في قيمه الام 1 عند نقطه رقم 1 اللي انت بتحسبها. طب فين الام 1؟ الام 1 اهو اللي هو جاي من الريدندنت سيستم، كان قيمه العزم عند النقطه رقم 1 بسالب 6، فهضرب ال 12.6 في السالب 6 فيطلع لي الفاينل بيندنج مومنت عند نقطه رقم 1 بسالب 39.6 متر طن، سالب 39.6 متر طن. طب لو حبينا نحسب عند النقطه ناحيه اليمين اللي هي طالعه عندها العزم بسالب 75.6، خلاص هيبقى قيمه العزم عندها، نشوف القيمه من ام نود بكام، فالاقيه بزيرو زائد الام 1 اللي هو بسالب 6 مضروبه في 12.6، يبقى قيمه العزم عند النقطه اليمين سالب 6 في 12.6 يطلع لك سالب 75.6. وبالتالي ما انساش ان انا عندي الجردر كان عليها ديستريبيوتد لود، فهعلق البارابولا اللي هي دبليو ال سكوير على 8 ويطلع لي العزم بتاعي بوزيتيف 36.4. طبعا هو ده الفاينل بيندنج مومنت دايجرام بتاعي بالمتر والطن، اللي هو هيجي لي مثلث على العمود اليمين ومثلث على العمود الشمال، وبعدين قيمه النيجاتيف مومنت ومتعلق ما بينها البارابولا، اللي هو شكل البيندنج مومنت البسيط جدا بتاع تو هنجد فريمز، يعني اللي عليه ديستريبيوتد لود طبعا عليه لاترال لود. يبقى ده يا شباب كانت فكره المساله بتاعت ان احنا ازاي نحل المسائل اللي من نوعيه الانديترمنسي ديجري اللي هي باي 1 ديجري، ان انا عندي عدد مجاهيل زياده عن عدد معادلات الاتزان فقط ب 1 ديجري. طب لو كان عندي بقى 2 ديجري او 3 ديجريز، تعالوا نشوف كده الاكزامبلز اللي جايه موضحه الموضوع بشكل ابسط. يعني الاكزامبل رقم 2 ده اكزامبل بسيط جدا بيتكلم برضو ازاي نستخدم الفيرتشوال ورك كونسبت في ان احنا نحل بيه الانديترمنت ستراكشرز اللي هي ليها مور ذان 1 ديجري. احنا المساله اللي فاتت كنا عندنا بس جاست 1 ديجري اوف الانديترمنسي، فبالتالي طلعنا وحلينا الفيرتشوال ورك بناء عليها وكانت معادله بسيطه، وازاي عرفنا نكون الدلتات وازاي احنا نكون الفاينل مومنت. الموضوع كان بسيط جدا. طب لو المساله بتاعتنا كانت مالتي ديجري اوف الانديترمنسي، هي الفكره كلها انك بتفك كل الانديترمنسي اوبشنز وبتحولها لريدندنت سيستمز، وبيها تقدر تعمل انتجريشن زياده شويه. يعني هو المساله بس بالطول شويه يعني. طيب هي الفكره والمبدا العام ايه؟ المبدا العام خلاص احنا عندنا اي حاجه انديترمنت وعايزين نحلها بالفيرتشوال ورك هنحولها اول حاجه لديترمنت لفولي ديترمنت ستراكشر بس يكون ستيبل. فاحنا لو جينا بصينا هنا مثلا على المثال ده، عندي تو ستوري فريم، فريم واقف على اثنين هينج خارجيين وفي كلوزد لوب او انترنال لينك كده قافل اللوب الداخليه من الفريم. طيب انا عندي هنا كام ديجري في الانديترمنسي؟ لو جينا نبص هيبقى عندي بره هيبقى عندي 1 ديجري. ليه؟ لان عندي اثنين هنج وبالتالي ثلاث معادلات، يبقى عندي مجهول زياده، وجوه عندي
one link, one internal link، فبالتالي عندي كمان مجهول internally، فانا total عندي 2 degree of indeterminacy. طيب علشان احل، خلاص هشيل كل الحاجات اللي مخليالي السيستم بتاعي indeterminate. فاول حاجة هشيل اللينك، وهشيل واحدة من الهنج واخليها رولر، فالفريم بتاعي هيبقى نفس الفريم البسيط اللي هو هنج ورولر وعليه الاحمال بتاعته، وده هنجيب منه او ده هنسميه هو المين سيستم، وهنجيب منه الام نوت بنفس الكونسبت بتاع المساله اللي فاتت بالظبط، فريم بسيط جدا وهنرسم البندنج مومنت دايجرام عليه. طيب حضرتك فكيت كام ديجري اوف الانديترمينسي؟ اتنين، واحده عند الهنج وواحده عند اللينك. كل حاجه من دي هترسم لها وتحسب لها ريدندنت سيستم على نفسه، يعني مكان الهنج اللي انت فكيتها برولر هناخد نفس الفريم ونحط بس فيرتشوال لود مكان الاكس رياكشن اللي انت فكيته، فبقى عندك فيرتشوال لود 1 طن، والفريم الجديد ده ترسم له الام 1 الام 1 اللي هو ريدندنت سيستم رقم 1. ريدندنت سيستم رقم 1. طيب مكان اللينك مكان اللينك برضو انت هتحط فيرتشوال لود اللي هو قيمته 1 طن، وتبتدي ترسم منه الام 2 او الريدندنت سيستم رقم 2 وترسم منه الام 2، فبقى عندك ام نوت وبقى عندك ام 1 وبقى عندك ام 2. طيب ايه بقى اللي احنا هنعمله؟ خلاص هستخدم مبدا الفيرتشوال ورك من المعادلات بتاعه الاتزان بتاعه الدلتا هات مع بعض، دلتا 1 0 ودلتا 1 1 ودلتا 2 2، واعمل انتجريشن مع الثلاثه زي ما هنشوف كده بالظبط في السلايد اللي جاي. لما هتعمل انتجريشن ده هتطلع قيمه الريل رياكشن اللي عند الهنجت سبورت وقيمة الريل رياكشن اللي طلع فيه الانترنال لينك. سوري. طبعا يا شباب بعد ما فكينا السيستمز بتاعتنا وخلاص حليناها من الانديترمنت للديترمنت ستراكشرز، حولنا ورسمنا الكل دايجرام من دول الام نوت والام 1 والام 2 بنفس الكونسبت بتاع سوري بنفس الكونسبت بتاع المسألة الأولى بالظبط يعني. طيب عشان نحل بقى ونجيب الرياكشنز الانون او الفاينل رياكشنز، خلاص هنطبق بس معادلتين اتزان. خلي مبدا عام كده ما بينك وما بين نفسك تبقى عارفه، كل ما او عدد الديجري بتاعه الانديترمينسي في الفيرتشوال ورك هو عدد المعادلات اللي انت بتستخدمها. يعني المساله الاولانيه خالص لما كان عندنا جاست 1 ديجري اوف الانديترمينسي كان عندنا معادله واحده اللي هي دلتا 1 0 زائد الاكس دلتا 1 1 بيساوي 0. هنا لما يبقى عندنا 2 ديجري هيبقى عندنا 2 ايكويشنز. نفس الكلام لو عندنا 3 ديجري 4 ديجري يبقى عندي عدد المعادلات بتاعتنا عماله بتزيد، يعني جاست ما اكثر ولا اقل يعني. فهو الفكره كلها ان احنا هنا نطبق معادلتين. ليه؟ عشان عندنا 2 ديجري اوف الانديترمينسي، دلتا 1 1 سوري دلتا 1 0 بلس الاكس 1 اللي هو قيمه الرياكشن عند الهنج سبورت مضروبه في دلتا 1 1 اللي هو تكامل السيستم بتاع الريدندنت سيستم رقم 1 على نفسه، زائد الاكس 2 اللي هو قيمه الرياكشن في اللينك مضروبه في دلتا 1 2 اللي هو انتجريشن مي ما بين الام 1 والام 2. دي اول ايكويشن هنساويها بالزيرو. الايكويشن الثانيه ان انت هتعمل انتجريشن مع الريدندنت سيستم رقم 2 مع الام نوت ومع الام 1 ومع نفسه، فيبقى دلتا 2 0 زائد الاكس 1 في دلتا 2 1 بلس الاكس 2 في دلتا 2 2، الكلام ده بيساوي الزيرو، وهتبقى دي المعادله رقم 2. خلاص انت هيبقى المفروض ان انت معاك قيمة كل الدلتا سواء 1 0 او 2 0 او 1 1 او 2 1 او 1 2 او 2 2. ليه؟ لان انت تعرف تعمل انتجريشن ما بين السيستمز وبعضيها بنفس الكونسبت بتاع المسألة الأولى بالظبط يعني. اللي هيبقى مجهول عندك في المعادلتين دول هي قيمة الـ X1 وقيمة الـ X2، لو قيمة الرياكشن عند الهنج وقيمة الرياكشن بتاع اللينك. خلاص عن طريق حل معادلتين في مجهولين تقدر تجيب الـ X1 والـ X2. طيب هو دايما بيبقى طالب منك الفاينل بيندنج مومنت دايجرام، فالمعادله مفيش فيها اختلاف كتير، هي برضو نفس الكونسبت بتاع المساله الاولى، بس المره دي هندخل معانا الترم بتاع اللينك، فيبقى الام فاينل هو قيمه الام نوت زائد قيمه الاكس 1 اللي احنا جبناها من حل المعادلتين اللي فوق مضروبه في الام 1 زائد قيمه الاكس 2 اللي هو قيمه الرياكشن بتاع اللينك مضروبه في الام 2. الكلام ده عند النقطه اللي انت بتحسب عندها البندنج مومنت دايجرام، نفس الكلام بالظبط بتاع المساله الاولى، مفيش اي اختلاف غير ان انت بس زاد معاك معادله زياده وزاد معاك انتجريشن زياده لا اكثر ولا اقل. سوري لا اكثر ولا اقل، وبالتالي هتقدر تحسب الام فاينل عند كل نقطه من نقط الفريم وترسم البندنج مومنت دايجرام.
فده كان تطبيق الـ virtual work، ان احنا ازاي بنستخدمه على الـ indeterminate structures، وازاي نقدر نحل بيه ونرسم الـ bending moment diagrams. اتمنى يا شباب يكون الفكره من الاكزامبل الاولاني او الاكزامبل الثاني واضحه للناس، ولو في اي استفسار او اي حاجه عايزه تتوضح يا ريت لو الناس برضو تتواصل معايا، او لما ان شاء الله نشوف نتقابل مع بعض ان شاء الله في الكليه برضو ما فيش اي مشكله خالص. اشوفكم على خير ان شاء الله، ولو في اي مشكله برضو او في اي استفسار يا ريت لو الناس تكست مي او تبعت حتى مع مندوب السكشن الاسئله كلها يعني. اشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.